نصنع ده في اقرب وقت باذن الله. شفت المنطقه اللي هناك دي؟ اه انا عارف يا مهدي مدى ولائك للعطارين، وبصراحه ده اكتر وقت محتاجين فيه كل رجالتنا المخلصين. وانا خدام سعادتك يا سليم. دي بص، في كام تاجر كده من التجار الصغيرين اللي بيشتغلوا معانا بيلعبوا من ورانا وبيشتغلوا مع سيف العزازي في السلاح التقيل الممنوع، وانت عارف طبعا قانون العطارين. انا عايز اعرف مين هم التجار دول. عناية الاتنين يا سليم باشا، بإذن الله يكون عندك بيان كامل مكمل بيهم كلهم في أسرع ما يمكن يا مهدي. أنت عارف التجار دول ممكن يبقوا خطر على السوق إزاي، وممكن كمان يلطوا اسم العطارين. عارف عارف يا سليم. دي يبقى تنجز وتخلصني الموضوع ده بأسرع ما يمكن، عشان أنا ليا تصرف مع الناس دي، وعشان كمان في شوية حاجات هتحصل قريب ولازم نبقى عارفين مين معانا ومين علينا. ماما اهلا يا روح. ماما الحمد لله على سلامتك. وحشتيني يا حبيبي. وحضرتك اكتر. ايه الاخبار؟ كله تمام. ها طمنيني، عملتي ايه؟ انا عارفه انك مستعجل عشان فلوس المصنع بتاعك، بس هنضطر نستنى شوي، الفلوس هتتاخر. هتتاخر؟ ماما حضرتك مش حاسه باللي احنا فيه تقريبا. احنا رصيدنا بيقل ومصاريفنا والتزاماتنا بتكتر. انا حتى الشغل اللي انا بدأت فيه ده محتاج اكمله، فمحتاج فلوس. هيكمل؟ مين قالك انه مش هيكمل بس يا حازم؟ طب وفلوس المجموعة؟ كل حاجة هتيجي، بس معلش هتتأخر شوية، وانا اضطريت ارجع عشان اخلص اجراءات هنا وهسافر تاني. انا مش عارف الدنيا ما عندنا كده ليه. مش عايز احس ان انا اخترت غلط، إن عم سليم كان عنده حق. عشان أنا عارفاك كويس كنت عارفة إنك هتقول الكلمتين دول. لا يا حازم، أنت مش غلط، وعمك سليم ما كانش عنده حق. يا حبيبي مش معنى إن أنت تقابل مشاكل في حياتك أو في شغلك إنك تضعف وتقول أنا غلط واخترت غلط وعمي كان عنده حق. لا ما ينفعش. بس أنا مش عارف حتى تسند على مين. كل واحد في إخواتي في وادي. أنا ما منعتهمش إنهم يجوا يعيشوا معانا على فكرة، عشان أنا أكتر واحدة عارفة أهمية العيلة اللي زين عاش طول عمره عشان يبنيها، وانا كمان بنيتها معاه. عيلة؟ عيلة ايه يا ماما؟ مفيش عيلة اصلا. بصي حواليكي كده مفيش عيلة. انا محتاجة استريح. كشفت على الورق؟ حصل يا ريس. عاش يا مرش، شد انت وما تدخلش حد عليا. الامر يا ريس. عاش وشد. هو انت لسه بتتكلم بالطريقه دي؟ طول عمري بتكلم كده. انت اللي مش قادره تفهم ان كل واحد في الدنيا دي له لغه. مفيش حاجه احب على البني ادم من انك تكلميه بلسانه، عشان يحس كده انك فاهماه ويجي معاكي سكه ودغري. تقدري تقولي كده جوزك معاه لغات. امال ليه مش عارف تتكلم معايا؟ عشان احنا مشكلتنا مش في اللسان يا ريهام، احنا مشكلتنا هنا جوه. واللي جوه ده بقى هيخليك تساعدني وتقف جنبي، ولا هتسيبني لوحدي الهاروم؟ انت مراتي يا ريهام. انا مش ناسيلك اللي عملتيه في صالح، وقفت جنبك ساعتها لحد ما خرجتك من القضيه، بس ده عشان عارف ان انت ما كانش نيتك الغدر في صالح،
وكمان عشان ابني اللي في بطنك. فمش معقول يعني اطلع راجل معاكي في الكبيره واسيبك في الصغيره لوحدك، والاهم بقى من كل ده انك شريكتي. الاهم؟ الاهم. ها قولي لي بقى، كنت عايزاني اساعدك في ايه؟ انا خلاص ما بقتش عايزه حاجه، شكرا يا شريكي. بسم الله الحكم العدل، بسم الله الوكيل. انا زعلان وانا بتكلم معاكم النهارده، عشان خلاص ما بقيناش نخاف على بعض زي زمان، ما بقيناش ايد واحده، ما بقيناش نحس ببعض زي الاول. في ناس هنا حكم الضرب بقى تقيل على قلوبهم، في منهم اللي باين عليه ومخبي وفاكرني مش عارفه، وفي منهم اللي مش قادر يتحكم في تصرفاته وعمال يخالف في عرف الدار، زي اخونا نصار كده اللي غلط مره وسامحناه مع انها كانت غلطه مش هينه. ودي الغلطه التانيه، اتعدى على اخويا ياسين. انا حكمت على نصار بالحبس اسبوع، يمكن لما ياكل وينام ويقعد لوحده يحس بقيمه اخواته حواليه. حكمت على ياسين بالحبس 3 أيام بس، وبقولها للكل، محدش هنا كبير على الحبس ولا على العقاب عموما. اللهم بلغت. عبيدة. نعم يا عزيز. نفذ حكم الحبس في اخواتك. ما بلاش انا. نفذ يا عبيدة. وانت بتوصلهم اسألهم لو محتاجين اي حاجة اقضيها لهم. من دلوقتي لغايه ما يخلصوا مده الحبس انت مسؤول عنهم. حاضر يا عزيز. يلا اتحركوا قدامي. اتحركوا. مصعد مصعد قلت للناس خلي مزاج العدل اساس. مصعد مصعد قلت للناس خلي مزاج العدل اساس. وانت كنت فين لما كل ده حصل يا معتصم؟ جاي دلوقتي تقول لي حال الناجح مش عاجبك؟ حط صوتك يا فارس، العمدة ليها ودان. ايه جو الرعب اللي معيش نفسك فيه دي؟ صدقني يا فارس، عمتك كل يوم بتربي عداوة جديدة في النجح، والموضوع بيزيد. وأنا مالي؟ أنا ماليش صالح بالمشاكل دي، ولا بالعمودية ولا بأهل النجح. وإن كان على عمتي أنا شاكك أصلاً إنها عمتي. كيف دي يا فارس؟ الدوار دي دواركم، والبلد دي بلدك، والعطارين طول عمرهم مع الناس مش عليهم. لا معاهم ولا عليهم. قلت لك يا معتصم انا ماليش صالح بالمشاكل دي. انت جيت لي يا فارس. ايه اللي جيت لي؟ جيت يا معتصم بغير جو، كاني في الغردقة. لا، انت جيت لما داقت بيك دنيتك في القاهرة. جيت هنيه بلدك عشان تلاقي الأمان. انت عاوز ايه يا معتصم؟ تعترفني أكتر من نفسي؟ لا، بس ما تنساش إنه إحنا عيال. كنا بنلعبوا على زكايب القطن اللي كانوا بيشونوها في الشونه، وما تنساش كمان ان كنت بكسبك في التحطيم. تكسبني كيف يعني؟ فاكر ده معتصم لما كان عمك علي بيجري وراك بالخزرانه ويضربك على رجليك؟ فاكر، وفاكر كمان لما كان بيرمي الشباشب بتاعتنا في الترعه. ايوه انا فاكر. كان رزل قوي عمك ده، زي عمتي. تصدق بالله كانت أحلى أيام، كنا لسه صغيرين ما فاهمينش حاجة. ساعدني يا فارس نرجع هيبة العطارين زي الأول. عمتك كل يوم بتربي عداوة جديدة، واللي جاي ما يطمنش، وأنت الوحيد اللي هتعرف ترجع الهيبة دي. أنت عليك بإيه من ده كله يا معتصم؟ كل الخير اللي إحنا فيه ده من العطارين، وأبويا الله يرحمه وصاني أبقى في ظهر العطارين مهما حصل. أصيل يا معتصم، بس أنا كنت فاكر إن أنا بكسبك في التحطيم. بلاش كذب يا معتصم. إيه قصدك إيه بدي؟ عندي شهود. سراء، ممكن قلم الروج بتاعك وأرجعه لك تاني؟ سراء، إيه ده، في إيه؟ مالك؟
مش عارفة هو ازاي قدر يستحمل يبعد الفترة دي كلها عني. هو أنا كان مطلوب مني إيه؟ مبقتش عارفة أي حاجة. أنا مبقتش عارفة هو بيحبني ولا بيكرهني، عايزني ولا لأ، هيرجع ولا لأ. أنا مبقتش عارفة أصلاً أنا هنا ليه. أنا هنا ليه؟ قولي لي أنا هنا ليه. أنا مش عارفة. طب إنتي ممكن تهدي؟ وبعدين اللي حصل ما كانش سهل عليكي ولا عليه. انت قلت سهل يعني صح؟ انا وهو كنا مع بعض، ليه سيبني؟ ليه سيبني لوحدي؟ مش المفروض نبقى مع بعض صح؟ طب ممكن تهدي؟ ايه ده عشان نعرف نفكر. بصي انا لو كنت مكانك كنت هتعملي ايه؟ قولي لي. بصي يا ساره، هو اختار اللي هو يروح يقعد في النجا، وانت مش هتقدري تضغطي عليه عشان يرجع، بس تقدري تروحي له وتكوني معاه. أروح له؟ مش جايز يكون هربان مني؟ ليه يعني؟ ليه؟ هو انت عملت ايه لكل ده؟ بجد مش عارفة حاجة. طمني يا متر، لقيت حاجة؟ للأسف الاسم الوحيد المتشابه ثلاثي، بس أدهم زين صالح بيوم. بعد في الورطة دي؟ ورطة إيه يا جهان هانم؟ ما لو حضرتك تقولي لي إيه هي المشكلة يمكن يكون حلها عندي.